لأن الله جل وعلا إله عظيم. في أوقات الظلام يفتح الله جل وعلا للإنسان بعض نوافذ النور، فإذا اشتدت بكل الجهات لابد وأن تجد جهة ما فيها شعاع نور وشعاع أمل. ولذلك ممن أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الشدة أبو ذر الغفار، وقبيلة غفار هذه كانت قبيلة يعني مشهورين بقطع الطرق. وسمع أبو ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال لأخيه اذهب إلى مكة فأتيني بخبر ذلك الرجل. فذهب أخوه ثم أتى إليه فقال والله ما شفيت الغليل. ثم انطلق أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه فدخل فمكث في بيت الحرام 3 أيام طعامه وشرابه من ماء زمزم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو صاحب دعوة ينظر إلى وجوه الناس، فإذا وجد شيئا غريبا أو شخصا غريبا استفهمه واستفسره. فأتى إليه علي وكان ما زال في ريعان شبابه، ثم سأله عن حاجته. قال له جئت أسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم. قال إذا فاتبعني إلى بيت وسأذهب من أمامي، فإن وجدت ما يريبني أو يريبك انطلقت إلى بيتي وعدت أنت إلى الحرم. ثم ذهب وأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم أبو ذر. فأسلمت قبيلة غفار كلها قبيلة بالكامل. هذا كان شعاع أمل.